قبل ما حضرتك تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان نوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. مشاهدة طيبة. مع كابتن وائل جمعة سأتحدث عن ما حدث في مباراة مواليد 99 بالنسبة لمباراة الأهلي والزمالك، هم يقولوا شباب أو ناشئين، ولو أنه هذا السن سن 22 سنة. كابتن طارق قدير كان حصل على الحذاء الذهبي في كرة القدم الإفريقية، يعني يقول الفريق الثاني بين الأهلي والزمالك. رأيك فيما حصل إمام عاشور؟ 12 مباراة، عديد اللاعبين عوقبوا، الزمالك لم يكن راضي بهذه العقوبة والأهلي أيضا لم يكن راضي بهذه العقوبة. طبعا اللي حصل الأيام الأخيرة دي في الكورة أنا بعتبره مهزلة يا هيكل، مهزلة في حق الكورة وفي حق الكورة المصرية وفي حق إدارة الكورة المصرية، تبين كم العشوائية اللي احنا موجودين فيها. لا في نظام ولا في لوائح ولا في انضباط ولا في أي سيستم موجود يوصل لنجاح. بقالنا سنتين ثلاثة في لخبطة إدارية في اتحاد الكورة، مش عارفين مين اللي بيدير الكورة في مصر. فبناء عليه ان يوصل الحال بيك ان انت ما انتش عارف تاخد عقوبات في مباراة ناشئين. فطبعا هو ده الحضيض اللي احنا عايشين فيه حاليا في الكورة في مصر. بالنسبة للإدارة، أساس النجاح هو التنظيم والإدارة الصح. انت ما عندكش الإدارة الصح لتحقيق النجاح، اللجنة المسؤولة عن إدارة الكورة في مصر مش عارفة تاخد قرار فيما يخص مجموعة من الناشئين. لاعب أخطأ، الدنيا كلها منقسمة في العقوبة، مع إن احنا كلنا شايفينه بغض النظر عن أهلي أو زمالك. أنا بتكلمش على أهلي وزمالك، بتكلم على لاعب أخطأ، واللاعب ده لو من النادي الأهلي أنا كنت هتبحه أول واحد أتكلم عليه. إنما لاعب أخطأ وخطأ وبين وخطأ واضح، وللأسف بتلاقي ناس طلعة تدافع عن الخطأ. لا أنت اللي بتقوم لاعب، ولا انت حريص على 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 سلوكيات اللعيبه اللي موجوده. لاعب نكره لسه في الكره المصريه يطلع يشتم اساتذه في 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 يعني بتاريخ عظيم في الرياضه المصريه، اولهم الكابتن حسن حمدي. يعني انت مين عشان تشتم الكابتن حسن حمدي وتشتم الرموز بتوع النادي الاهلي؟ وللاسف زي ما قلت لك هيكل، ان في ناس بتدافع عن التصرف اللي أبسط ما يقال عنه تصرف أحمق من لاعب لسه ما عملش حاجة في الكرة المصرية. في البداية برحب بكل إخواتي الأهلوية اللي منورينا في قناة الأهلوية، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. طبعا كابتن وائل جمعة بأناقته وبشياكته في كلامه في أسلوبه المهذب المحترم اللي ما بيسيقش بيه لأحد، هو قال نكرة في الرياضة، نكرة انه ما قدمش حاجة للمنتخب وطنه ولا لناديه، بس طالع يقل ادبه على اسياده، وعلى اسياده دي من عندي انا مش من عند كابتن وائل جمعة. فكابتن وائل بيتكلم باسلوبه الراقي المهذب على لاعب لا يستحق الاحترام من اي حد، واللي يجننك واللي يخليك يعني تخرج من هدومك ان بيلاقي ناس بتدافع عنه، زي ما دافعوا عن الوساخه اللي عملها شيكابالا قبل كده، برضه بيدافعوا عن امام عاشور، والمفروض اصلا يقولوا عليه لا ده طالع خالد الرندور يقول لك ده مين قال، ما يمكن الفيديو مفبرك، خلاص انتوا البيت لبانه في بقكم زي ما مرتضى عمل. انت طالع تقول زي ما مرتضى، زي ما انت كنت بتروج وبتقول ان مرتضى ده الاعلام الاهلاوي وصفحات النادي الاهلي اللي بتعمل فبركه، والصوت صوت مرتضى ودول صوت، يعني مفيش حد مطلع الاغنيه دي غير جماهير الزمالك. يعني انا هاجي انا دلوقتي اهو هاجي اطلع فيديو لنفسي حد بيشتمني واجي اروج للشتيمه، ده انا في حقي انا مش في حق الناس. يعني النادي الاهلي مستضيف نادي الزمالك في النادي الاهلي، ومع ذلك بتشتم، ومع ذلك جمهور النادي الاهلي بتشتم في بيته وفي ملعبه. يا ريت يا جماعه، يا ريت لمسؤولين نادي الزمالك، هو انتوا القيم عندكم شكلها ايه؟ انتوا هتخرجونا من دماغ من 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 دماغنا ليه؟ الواحد يعني عنده حاله ذهول، انا عندي كلام كتير عايز اقوله، حاسس ان انا يعني بنتقي الكلام اللي بقوله وبرتقي بالكلام اللي هقوله علشان مفيش حد ياخد عليا اي كلمه. يا جماعه ازاي واحد غلط
ويطلع الدرديري يدافع عنه ويرفض العقوبة. ده انتوا اصلا لسه معاقبينه عشان اعترض وعمل وشات وخرب الدنيا وشتم كارتيرون وبهدل الدنيا، انتوا نفسكم عاقبتوه. وايه اللي يغيظك ان جمهور الزمالك المغيب يطلع يشتم في جمعة ويطلع يشتم في النادي الاهلي ويطلع يشتم في شوبير ويطلع على ايه؟ يا ابني ما تفوز في الملعب يا حبيبي، العب كرة في الملعب. والله العظيم اول ما هيسقف للناس دي لو اجادت، احنا الاهلاوية هنقول الزمالك لعب كويس، الزمالك استحق الفوز، الاهلي ما لعبش، الاهلي ما استحقش الفوز، لان احنا الجمهور بنقول الحق. يا فندم انا عايز اقول لك على حاجه، انا عندي صفحه كبيره على الفيسبوك، كبيره على الفيسبوك، لما باجي بقول ضربه جزاء للنادي الاهلي ما بعقبش، الاقي جماهير نادي الاهلي يقول لك لا 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 لا، بس ضربه الجزاء دي بصراحه ما تتحسبش، ضربه الجزاء دي اه طبعا ما فيش اصلا ضربات جزاء بتتحسب اهانه للنادي الاهلي، النادي الاهلي على طول الخط مظلوم، والنادي الزمالك على طول الخط بيتجامل. بيتجامل ليه؟ من كتر الصياح يا فندم، كل يوم يطلعوا يقولوا نفس البقين هنا وهنا وهنا، خايفين منه. اذا كان ميدو كان بيقول ان اتحاد الكره كان بيخاف من مرتضى والحكام كانوا بيخافوا من مرتضى عشان كان بيطلع تاني يوم يشتم، وفي نفس الدقيقه بيشتم بعد المباراه، فهم خدهم بالصوت لا يغلبوكم. بس الكلام ده ولا مش هنسكت، لا الامام عاشور ولا الشيكة زبالة ولا للعيال دي، خلاص انتهى. اي حد هيغلط هياخد فوق دماغه، وبرده بالادب وبالحسنى. ودلوقتي الحمد لله اليوتيوبرات الاهلوية ما اكثرهم وما تأثرهم على السوشيال ميديا في مصر، والخاصين باخبار النادي الاهلي والخاصين بتغطية احداث ما يحدث في الرياضة المصرية. يعني اي يوتيوبر هيدخل هيشوف، يعني في يوتيوبرات مشاهدتها يعني ما شاء الله عالية جدا جدا جدا، احنا الحمد لله يعني على قد ان احنا 6000 بس، مشاهدتنا يعني نوعا ما معقولة، في ناس بتعدي الالافات. احنا القناة الاولى بتاعتنا اللي اتقفلت اللي كانت 40,000 كانت في مشاهدات بتجيب 500,000 و400,000، برغم ان هم ما كانوش بيشتركوا، بس كان في فيديوهات يعني من الاخر. انا كنت ماسك القنوات الرياضيه بتاعت الزمالك، كنت بجيب السقطه واللقطه وبنعقب عليها، ومكالمات مرتضى وفضايح مرتضى وفضايح خالد الغندور والاعلاميين المرتزقه قزاز الرؤوس قبل وبعد، فالحمد لله كانت. فعشان كده اتقفلت، كان فيها بلاغات كتير من بوابين واتقفلت، بس الحمد لله البركه فيكم والبركه في مجهودكم ان انتم تساعدونا بكومنتاتكم وبلايكاتكم وبشيراتكم وكده. لكن هنرجع لمرجعنا، موضوع امام عاشور. هو المفروض الاعلام الزملكاوي يدين الراجل ده، يدينه يقول له عيب، ما ينفعش، لا يصح، لا يرتقي. يعني ابراهيم عبد الجواد الزملكاوي ادان، ادان ما حدث. ابراهيم فايق الزملكاوي ادان، اسلام صادق عمل ودن من طين ودن من عجين، محمد فاروق ادان. اكتر حد اتكلم في الموضوع محمد فاروق وانا بحييه، واتكلم بشكل مباشر واستضاف ناس. شوبير اتكلم على المتغطي، الادب والاخلاق. لا يا حبيبي انا عايزك تطلع تقول امام عاشور قليل الادب وما ترباش، ولو اتربى ما كانش ينفع يقول كده، ويستضيف امه على التليفون او ابوه يقول له هل ينفع اللي ابنك عمله ده؟ هو ده الاعلام يا فندم، ان انت تجيب ابوه. زمان لما كنا في المدرسه واحنا صغيرين كان في مدير مدرسه ونظر مدرسه، كان لما انت تغلط ما كانش يعمل لك حاجه، يقول لك احضار ولي الامر، هات ولي امره قول له شفت ابنك عمل ايه، دي تربيه انت ربيتها له. هل يجوز ويصح الكلام والشتيمه وقله الادب اللي عملها دي؟ بدل ما يقول لك الدردير يطلع يقول لك ده وجه النادي الزمالك ما صحش انه يغلط، يقول لك لعيبه النادي الاهلي شتم في غرفه الملابس وعمل وعمل وعمل. يا عم انت مالك، معاك دليل ان جماهير النادي الاهلي او لعيب النادي الاهلي عملت حاجه؟ قدمه للجنه، ولا قدمه لاتحاد الكوره، ولا اقول لك اعرضه على التلفزيون، عشان انت ما عندكش حاجه. انما احنا عندنا، اصل احنا هنشتمك ليه؟ انت مين عشان تتشتم؟ دايما اللي بيتشتم هو اللي افضل، هو اللي احسن، هو اللي غيظك، هو اللي هريك، هو ده اللي بيتشتم. فعشان كده انتوا بتشتموا اللي افضل منكم، لان انت مش عارف تحصله بكور، هتحصله ايه؟ بالشتيمه وبقله الادب. انتهى الفيديو بتاعنا. احنا بنشكر كابتن وائل جمعه في سرعه الرد على النكره عديم الاخلاق امام عاشور. بشكركم شكرا جزيلا، سلام عليكم. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة
وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.